يلا يلا خلينا نطلع خلينا نطلع عبد المكان هنا اه يا غريب ريت قوي. والله يا سنة اطلع اسطى عشان ايه انا في الاسانسير؟ ايه ده؟ دينجر ايه بيقول ده؟ لك دينجر قوم يا دينجر. بود انا موت. السلام عليكم، فيديو جديد والنهارده يا رجاله هنخش انا وام كامل جوه مستشفى وهنعمل عمليات في بعضينا. المهم يا شباب ان احنا النهارده جات لنا فرصه ان احنا نبقى دكاتره، والنهارده يا شباب هنعمل اكبر عمليه في تاريخ البشريه. اهم حاجه يا شباب تكونوا عملتوا لايك للفيديو دوت، عاوزين نوصله ل 50,000 لايك. ويلا بينا يا شباب هنشوف احنا هنعمل العمليه ديت في مين. ادينا يا شباب دخلنا اللعبه، افتح الباب دوت يا ابني، الدكتور وصل يا ابني، افتح الباب. دكتوره ايه انت مين انت؟ قصدي ازيك عامل ايه؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انت المريض؟ لا انا مش مريض، انا المساعد بتاعك. انت المساعد؟ انت عباره عن بطيخه ليه كده؟ ما هيجيبوا لي بطيخ في المستشفى ديت ولا ايه؟ مش ناقصه يا عيال بطيخ وتمريض بطيخ؟ يلا تمريض يا بطيخ، فين بقيه الممرضات اللي هنا؟ فين الناس؟ يا دكتوره سناء، يا دكتوره سناء، الدكتور جه يلا عشان عندنا عمليه. ده عمليه؟ عمليه ايه؟ قول لي انت كده عمليه ايه؟ لوز لوز، ده انا هعمل لك عمليه البطيخ، هعمل لك عمليه البطيخ. ولا انت بتمد ايدك على الدكتوره؟ لا خلاص والله العظيم، ولا انت بتمد ايدك على الدكتوره؟ ولا انا اسف يا دكتوره، انا اسف يا دكتوره النهارده. والله خد يلا، ده انا هعمل لك عمليه اذا كان هعرف انت كنت بطيخه حمراء ولا طالعه لامك قرعه. ماشي يا دكتور، اتفضل يا دكتور. مش هرد عليك عشان انت اللي ماكلني، بس عيش هو اللي ماكلك. عيش انا ماكلك برسيم، ما كنتش جبت صباعي الخيار اللي واقف قدامي دوت. شكرا يا دكتور، مش هرد عليك عشان ما تقطعش عيشي. طب يلا بينا على العمليه لو سمحت كده قدامي. بطيخ ختافي، بطيخ ختافي من خيرك، وانا مش هتكلم معاك في حاجه، اتفضل. يلا بينا يا شباب على العمليه. قلت لي ايها المساعد ان النهارده عندنا عمليه، ينفع تقول لي مين المريض وفين المكان؟ انا مش مساعد، قلت لك انا مش مساعد، انا دكتور زيك هنا. انا مش مساعد هنا، يعني احنا اتنين دكاتره، امال مين فينا اللي هيساعد؟ انساعد بعض خلاص، احنا لازم بقى نشيل بعض. صاحبي في الغربه، يعني انت مش شايف غيرنا في المستشفى؟ استنى صاحبي اطلب لك الاول، انت محتاج ايه النهارده؟ لا انا مش محتاج حاجه، انا عايزك توديني غرفه المريض اللي قلت لي عليه، اللي انت اتصلت عليا قلت لي مش واحد عايز عمليه. نهار ابيض، كسر شاشه التلفزيون، كسر شاشه الكمبيوتر. ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي عملته ده؟ انا ما قلت يا بطيخه، انت يا بطيخه ولا كده عبدو. استنى يا اسطى، ينفع تطردني بره المستشفى كده؟ يرضي مين ده بس؟ يرضي مين يعني؟ يا عيال كسر، والله كسر، شوفوا كسر البتاع، كسر الشاشه. الله يسامحك، الله يسامحك. وديني يا ابني غرفه، وديني غرفه. فين الغرفه؟ استنى هصلحها، هصلحها. لا ما تصلحهاش. يلا بينا على العمليات، يلا بينا على العمليات. المريض زمانه مات، زمانه احمر، مش بيتعيط، ده كان طوارئ يا عيال. هو من هنا ولا من هنا العمليات؟ تعال نجرب من هنا يا صاحبي. تعالى دكتور، تعالى احلى دكتور محمود، مكتوب هنا محمود، هنا برين امبي الميتين، اكس راي. يلا بينا اكس راي، دي الاشعه دي. يلا يلا، مريض في العظام ولا ايه؟ زمانه عمل حادثه مكسر عظامه. تعالى، هو فين؟ هو فين؟ هو هنا. المريض بتاعنا ونام كده ليه؟ ايه النومه دي؟ استنى بس كده، استنى يا اسطى، ونام كده ليه؟ الحق بس تلمسوش، بس الحق. بس ده متدغدغ باين عليه، ده عامل حادثه مع فيل ده ولا ايه؟ انا مش عارف، انا مش عارف، انا مش عارف. بسرعه بسرعه عشان كده ليه؟ نوني جاروه في اي حاجه بسرعه. ده تتموتوا حالا يا ابني، اوعى تموته. انت ماسك له مسدس ليه؟ بقول لك هات لي جاروف، جاروف جاروف. انا عارف ده عنده ايه، ده عنده البواسير. استنى خد الجاروف اهو، الجاروف اهو، خد خد. استنى امسك، ثانية واحدة امسك، بص على استنى كده. ايوه اوكي، انا عارف دي ايه دي. ايوه استنى واحدة بس، ايوه حط الجاروف. لا لا سيب دي هنا، سيب دي هنا، وسع كده، وسع، سيب دي هنا. حاضر صح، حاضر حاضر بس كده، تمام كده، تمام يا شباب، حطيتش تمام. احنا حطينا دلوقتي الشافل تحت جسمه عشان ما يتحركش يمين ولا شمال وعظمه يتكسر. حلو الكلام، نوني بقى ايه، بريسول، اي حاجه عايزين نرش عليه يعني. اتفضل يا صاحبي، لان عايزين بنك ده بنك. ده في ايه ده؟ ده معطر جو، حطهوله معطر جو، هندوله على اساس ان هو بنك. اوكي ماشي ماشي، معلش ادهوله. مش مشكله، الامكانيات اللي عندنا وخلاص يا عيال، جايبين الامكانيات دي. اتفضل، مش من مستشفى، من محل منظفات. خد ده ليه؟ ما هو عشان يطهر الجرح. بتطهر الجرح شكله. انا اسف جماعه، انا اسف. الدكتور ده يعني دي نهايته، او ودي بس. هو ده دكتور؟ ايه اللي انت عملته في الراجل ده يا ام كامل؟ هو ما عملتش حاجه، ده لسه بس البدايه. اطلع بره، ولا اطلع بره، اطلع بره. ثواني كده بس يا صاحبي، ثواني يا دكتور، ثواني يا دكتور. ده ايه ده؟ انا لازم يا دكتور نتصرف دلوقتي في الحوار ده. ايه ده يا دكتور ده؟ جايبين رمح بس، انا عرفت انا هعمل ايه. وسع كده، انت هتعمل ايه؟ لا لا
هرشقه فيه عشان يخف. لا لا الرمة الا الرمة استنى شوف كده يخرب بيتك يخرب بيتك انت عملت لك مثلث فيه اهو. هات لي سنيور سنيور. عايز سنيور يا دكتور؟ ايوه حاضر يا دكتور اجيب لك احلى سنيور يا دكتور. ربنا يستر على المريض. هات لي جاب سنيور بجد اقسم بالله. اتفضل 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 له فين ده؟ بس قطعت له رجله يا عيال. شوفوا رجله اتفصلت عن جسمه. انت عملت الراجل السنيور حرام عليك كده ما بقاش نافع يا شباب. بص خد زيت فينيك اديله فينيك اديله فينيك اديله فينيك. استنى استنى سيب لي فرصتي بقى دي سيب لي فرصتي. استنى استنى اديله دي اديله دي. عنده ايه؟ ايه ايه انا انا صح افتكرت. اطلع بره يا عبد اطلع بره. ده ثواني ثواني كده ثواني. هو المريض ده مكتوب هنا عندي على الشاشه ان هو كان بس المفروض ان هو عنده لا عنده بس كسر في ايده وكسر في رجليه والمفروض كنا نجبسه. ايه اللي انت عملت فيه ده بقى؟ ايه اللي انت عملته ده؟ اهو يا شباب ده لما عبده مندو وام كامل يخشوا مستشفى مع بعض ده اللي هيحصل. المريض راح فيها. بقول لك يا عبده اطلع بره انا عرفت انا عنده ايه بالظبط. اطلع بره. عملته ايه؟ سيب دي عنده ايه؟ سيب دي. اه انت بتحضر جن هنا يا عم سيبه اطلع اطلع بس اقول لك حاجه. هروح فين؟ خليك هنا. ايوه هتروح فين يا ابني؟ هو بيعمل ايه؟ الواد ده بيعمل ايه في جوه؟ خش يا عبده مندو اتفضل اتفضل. هو بيعمل ايه؟ الحق الدكتور ولد. اه ده ولده ده ولده يا جماعه. ايوه هو ده هو خلف عيل اعور. استنى بس استنى ده عيل اعور. انت سيبك من ان هو عيل اعور. هو ازاي يا راجل يا عم انت مجنون ولا ايه يا عم؟ تلاقيها واحده ست. طيب يا والله العظيم حرام على اللي حصل للدكتور ده ولا في يا حول الله يا رب يا حول الله. ايه ده في حاجه هنا ده فعلا مكمل يا مكمل. الحق مكمل في عمليه ثانيه. الحق مكمل طريقه مكمل. الحق 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 تعالى تعالى بسرعه. استنى اشوف لك بقى مكتوب ايه على الجهاز الاول. مكتوب عليه تركب له سنيور في رجليه في رجليه وتحط له رمح في بقه. ايه ده تحس ان العمليه اللي انت عملتها هناك هي اللي كانت المفروض تتعمل هنا يا اسطى؟ يعني التاني مات ده كده على كده ولا ايه؟ التاني كان سليم اصلا ده اللي ميت. استنى المحلول اهو. اس ايه محلول بسرعه. يلا 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 بسرعه هات السنيور هات السنيور. حاضر يا صاحبي اروح اجيب لك السنيور من هناك. خد خد استنى خد انا هجيب لك انا هناولك. سيب 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 احط له في رجليه. في رجله وقال له رمح في بقه. استنى ضايق عليها المكان اترمي كده. ده كده كده مات يا شباب كده اصلا كان عايز كاس. احط له الرمح في رقبته. السنيور في بقه. صاروخ في كتافه. لا يا بس لا لا يا عبده مش اي حاجه وخلاص يا عبده مش اي حاجه يا اسطى. لا لا احنا دكاتره فنانين. احنا جايب لك الرمح اصحاب الفن كله. جبت لك الرمح. حط في حته السنيور. هات الرمح ده كده يلا ماشي حطه في بقه. ايوه 3 2 1 ده مش بقه ده مش بقه يا ابني ده مش بقه. خلاص انا اسف انا اسف. استنى بس. ايوه 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 ايه رايك كده؟ ده كده تزوره صح؟ انا راجل ده مات. وسع كيس الدم ده ارميه عليه كده. لما ترميه عليه كده هيفرفش ويناني. المفروض يعني نغسله وشه بدم عيال بس عشان هو مريض فاب ميه. يا اخي بص عبده تعرف تحطه في الزباله دي؟ طب ام كامل ام كامل يا عم اسمع بسرعه قبل ما يجوا يعرفوا عايزين نحطه في. ايوه ما انا خايف ان الناس تيجي يا ام كامل. والله انا خايف الناس تيجي والله يا صاحبي. هنعمل ايه؟ انا بقول لك اخفي الكوسه حطه في برميل الزباله ونرميه بره. بقول لك حاضر يا صاحبي. دري دري طلعني من هنا يا عم. انت بتعمل ايه يخرب بيتك؟ لازم عشان ما حدش يشوفه. بص كده كده ما حدش شايفه فعلا. استنى وسع وسع سيبها سيبها الطياره في الجو احطها كده. ايوه استنى استنى نسينا دي نسينا دي نسينا دي بالمره. استنى ايوه حطها له هنا كده ما حدش يقدر يشوف المريض. هات الشاي هات الكيس جاي الكيس. ولا كاني حصل اي حاجه. احنا دكاتره 100 100 وفي اللوك. اكتبوا تحت في الكومنتات. استنى اداري لك وشه بس اداري لك وشه. اوب بس كده بس كده بس. تعال تعال ايه ده الزرار بتاع الكيبورد وقعت. شوف يا عم يلا اخرج اخرج تعالى تشوف في عمليه ثانيه هنا ولا حاجه. استنى اركب الكرسي المتحرك ده. لا ما اقدرش اركبه يا ابني. ما بتركبش كده. ده تعالى اقول لك بتركب ازاي. لا الحمد لله انا مفيش مريض. اهو اهو يا نهار ابيض. بس 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 استنى. وي وي اوعى لا اوعى لا يا جماعه اللي ما حطش لايك انت مستني ايه؟ حط لايك دلوقتي واشترك يا عم. شوف راكب الكرسي الطاير ده. انا راكب الكرسي بطير بيه بس عايز مكان واسع يا اسطى. حاسب كده يلا بينا نلعب بحاجه المستشفى. احنا دكاتره يا غبي يا غبي. احنا دكاتره اوعى لا. تعال 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 يا اسطى انا خايف المستشفى دي تطلع ملبوسه في الاخر ولا حاجه. ايه ده الباب ده؟ تعال تعال انا لقيت صحيح مكان هنا
كان في مسعد، تعال ننزل مسعد ده نشوف يمكن يكون في عمليات تانية ممكن نعملها. لا يا عم دي بيقول لك غرفه تجارب على المخلوقات الخارقه للطبيعه، ملناش دعوه. مخلوقات خارقه للطبيعه يعني ممكن نلاقي عبد مندو الكوماندو الاصلي. اه ممكن تلاقيني تحت المنسوخ اتنين تحت، ملناش دعوه. على هنا هنا الاسانسير اهو، الاسانسير اهو عندك خلاص. ايوه اوكي، انت حافظ المستشفى، انت دكتور. ايوه يا ابني انا مولود هنا يا ابني، تعالى يا ابني. ايوه بسم الله. ننزل ولا نطلع؟ انزل بقى استنى في طلوع. لا انزل انزل ايش صح. ايوه والله بينزل. ليتس جو يا عيال، استغلوا في الوقت ده انكم تستغفروا ربنا وتصلوا على النبي وتحطوا لايك على المقطع او تشتركوا في القناه. ثواني يا اسطى، بحط لايك وبعمل اشتراك وبصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه يا عم انت تستاهل سبق وبص. والله بص الشعب النهارده انتوا اللي هتدونا شهاده التمييز في الدكتوراه. الدكتوراه بس دي دكتوراه بتاعت حمير، عشان عبده مندو وام كامل ما ينفعوش خالص شباب. شوفوا بطيختين، بطيختين في الاسانسير يعني بجد. انا البطيخه الحمراء مزروعه بين الخضره، تاكل مني لا تشبع وتصير ايه يا صاحبي؟ تصير ايه؟ وتصير خدودك حمراء. حمراء اطلع يا احمر. الحمراء في كاميرات يا عبده، شيل المسدس، شيل المسدس، في كاميرات فين؟ انا ماسك، انا ماسك شوف. يلا يلا يا دكتور، احنا مش دكاتره، احنا الزبالين. احنا الزبالين، انا الزبال. ايه ده في سجاده صلاه؟ لا دي مش سجاده صلاه، والله افتكرتها سجاده صلاه. يا اسطى السجاده اللي عند بيتنا يا اسطى. اه سجاده بيتنا في تشوز. لا وسجاده الصلاه هنا يا اسطى. هو ايه ده؟ لا ايه ده، دي غرفه حد. ايه ده؟ ده حد كان بيعمل. يا اسطى ده في حد مفقود يا اسطى. ده الدكتور. لا ايه ده، دي مراته. طب بص يا اسطى في الصوره دي فيها لغز يا اسطى، تعالى بص يا اسطى في الصوره دي بعد اذنك. الصوره دي فيها لغز. يا واحد صورته مش موجوده، اتوقع ده اللي قتلناه. في صباع تباشير كده مش عارف ايه ده، في جريمه بعدين هنا. بعدين في مطبخ هنا عالو وتلاجه وغساله. هم تعالى كده يا عبد مندو، شوف شوف هنا كان بيهكر حاجه وشاي. في كاميرات يا اسطى، في حاجه مرعبه هنا يا اسطى. المكان اللي مرعب قوي يا اسطى. في مكان مرعب هنا يا اسطى، تعالى بص على كده ام كامل. وهنا كان في ده، في ازازه شرب دي، اتوقع ازازه شرب بتتكسر يا شباب. بصوا كسرت، شوفوا اتفتفتت مليون حته. وهنا في تويلت، الحق في تويلت كمان. نايس شغال، بيشتغل ازاي ده؟ مش شغال يا اسطى، مش شغال. تعالى بس تعالى، في باب هنا، لقيت باب يا اسطى. خلي بالك كنت بتخش اي حاجه لان احنا في مستشفى. الحق يا اسطى، لقيت الباب ده، شلت الباب لقيت وراه حيطه. طب بص انت حشرتني معاهم. طب وسع وسع، خلينا مولك كهرباء بس تقريبا خربان. بص بص الاكباس بتاعته متكسره ازاي. بقول لك يا عم ما نلعبش في حاجه، ما نلعبش في حاجه، تعالى نطلع يا عم. استنى انا بحب استكشف يا اسطى. استنى يا اسطى استنى، في مكان سري هنا انا شاكك فيه مش عارف ليه. في حاجة سرية هنا والله. انت حاسس ان في حاجة سرية يا عبدو؟ احساس الشباب ما بيغزلوش ابدا يعني، اكيد ان هنا في حاجة سرية. ممكن يبقى تحت السجادة دي، ممكن تحت السرير هنا. هنا في حاجة غلط. تعالى كده ام كامل، تعالى 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 عند اسانسير. تعالى تعالى يا جالك. هننزل تاني، ادخل هنا، ادخل هنا، تعالى استنى بس كده. انت طلعت ليه؟ والله هو اللي طلعني، انا كنت المفروض انزل. ما اقدرش نوقفه، ما اقدرش اوقفه، مش عارف. انت بتضرب ليه يا عم انت؟ الله يا عم انا ما جيتش جنبك، انا ما جيتش جنبك. اه بدون ضرب، بدون ضرب، وشيل السيجاره من بقك، انت في مستشفى يا غبي. حاسس ان انت مثلا بتشرب مسواك، ما انت حاطط سيجاره. انا عادي، انت لا. يا راجل ما معلش، ما حد في حد نصحني قبل كده وقال لي التدخين مضر بالصحه ويموتك بالبطيء. بالبطيء بالبطيء. اه ما انا مش مستعجل يا صاحبي، ما انا عايز اموت بالبطيء فعلا، مش مستعجل على الموت والله. واخيرا وصلنا للمكان اللي مش مطلوب بصراحه، لان احنا مش بتوع عمليات ولا اصلا نافعين في المستشفى دي ولا ننفع دكاتره، وخلعنا الراجل زي ما شفته. ف احنا فين؟ هرن على امي. احنا فين؟ ينفعش ارن على امي؟ ينفعش ارن على امي؟ انا استنى ارن على خالتي، وحشاني خالتي. خالتي الو الو. سنة المكان ده، تعالى كده تعالى. ده هنا اتوقع كانوا بيكلموا المرضى، بس هنا حصل حاجه. مرضى؟ يعني ايوه ايوه شوف، بيكلموا المرضى. ايه ده؟ اه تصدق ده غرفه حبس. يا عم يلا يا عم، يلا يلا اطلع يا عم. طلع يلا خش خش هنا يا عم، خلينا نشوف المرضى اللي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن نلاقي عمك ابو النجا ولا عم رمضان جوه هنا. عايزين نتعلم. ده مكان كبير قوي هنا يا اسطى، وانا خايف. تعال تعال ما تسيبنيش لوحدي. ها يا اسطى ده في سجن هنا، نزلنا تحت المستشفى والله. نزلنا سجن يا اسطى. سجن في المستشفى؟ اوه ماي جاد، انت كده متخيل ممكن نلاقي ايه؟ الحلقه مقفوله، الباب مقفوله. ايوه الاذن نازل خاصه يا اسطى، تفتكر ايه اللي موجود جوه يا اسطى؟ الباب فتح يا عبدو. وات 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 عندك؟ اه تعالى
ارجع تاني. انا في حاجه شفطتني. فين عبدو؟ دي غرفه مجانين. اطلع اطلع والله غرفه مجانين اقسم بالله اقسم. استنى يا اسطى انت بتقول ليش اللي في بالي بالك؟ او ماي جاد دي غرفه مجانين يا قلبي، بتبقى بيضه ابيض في ابيض كده. ايوه غرفه المجانين. هو مين اللي يا جماعه مجنون وعنده حاله نفسيه عندنا؟ هو اللي مين اللي فتحها؟ لا مش انا بجد. مش انت؟ والله ما انا. انت بتعمل ايه؟ ايوه هو ده. استنى عبدو لقيت الزرار. انت فين في السجن؟ ايوه لا لا جوه جوه، دخلت جوه خالص بس الكهرباء فاصله. تعالى بص المفروض ان ده الكوبس اللي بتنزله بيقوم فاتح كل حاجه فاهم. لا لا مش ده، دي الشاشه. غبي. يمين شمال المغز المغز. ايوه المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا كنا ننزله كده يفتح كل الحاجات اللي بره دي، نشوف ايه اللي جواها وكده. اي دونت ثينك زو. اي دونت ثينك زو. تعالى تعالى اي دونت ثينك زو. تعالى يا عم تعالى الحق مطعم عبدو. لقيت لك المكان. ايوه ده المطعم يا اسطى بتاع المكان كله بقى، لسه باصص عليه انا. كان في حاجات حلوه جوه، كله طعميه وايه وعايز وبيعملوا تقليه وبتاع ومش عارف ايه وصناديق زباله و... تعالى تعالى هنا. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ مش عارف والله، بس احنا المفروض ان احنا كده فاهم عايزين نطلع تاني بقى. عايزين نطلع تاني. ليش دخلت الناحيه التانيه؟ انا بقترح كده يا صاحبي والله عشان بدات اخاف. يلا يلا خلينا نطلع، خلينا نطلع عبد المكان. يا ريت والله يا اسطى نطلع يا اسطى عشان انا في الاسانسير. ايه ده؟ دينجر. بيقول لك دينجر. بيقول لك دينجر. انا مت. عبد دخل مات. انا مت. ايه اللي حصل يا اسطى؟ مش عارف انا خايف ادخل. دينجر ايه مكتوب؟ ايه دينجر؟ ايه مكتوب؟ دينجر ادمتكنش مش عارف تو ايه. استنى هقرا لك شغلها. اخش قول لي. ايوه ايوه فهمت. استنى عشان مت. دي مروحه ضربتني. فين يا اسطى؟ تعالى لو تعرف تيجي نفس المكان تعالى. اتوقع دي كهرباء يا عبدو. ساعه وهجي لك بالظبط. انا جيت. ده مروحه. ده ايه الحرام بتضرب؟ اجري يا عبدو اجري يا عبدو. تعالى تعالى عبدو. هموت هموت هموت. استنى استنى بس استنى انا عندي حاجه، عندي حل. لا باظت. طب يلا هي بايظه اصلا بس هي بتطلع مراوح كده. خلينا نشوف الاسانسير فين يا عم. في الاسانسير. تعالى خد تعالى. استنى 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 عندي فكره. بتفكر فيا يا غبي؟ خلينا نطلع من هنا. بس انا رميت جواها قنبله يا اسطى. جواها جواها؟ لا جواها جواها. بص باظت. ايه يا عم كل شويه اجيبك من منطقه شكل كده؟ طب ما تقفلش عليا الباب يا عبده. ما تقفلش عليا الباب يا عم. ما تقفلش بقى. طب لو راجل اطلع او 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 لو راجل اطلع يا عم. لو راجل اطلع. بص الحركه دي. السلام عليكم. الساحر ده يا جماعه عامل لعب مع الساحر. عم رمضان الحق. عم رمضان هو يا اسطى اللي كان هربان من السجن. بس هما حابسينه في مستشفى المجانين ليه يعني؟ مش عارف. يمكن عشان مجنون. يمكن عشان مجنون. مش عارف. يا اسطى شكلك ده يا اسطى انت شكلك يخوف اكتر منه يا عم. مالكوا من شكلي يا عم؟ عين تبطل يا اسطى. بص في عيني كده يا اسطى. بص موتنيش يا رمضان. روميو يا عم ضربته في دماغه ليه؟ ضربته في دماغه ليه؟ بقول لك ايه يا عبد؟ اجري يا عبد اجري يا عبد. الشيخ حسن المقطع بينكم مقطع النهارده عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. احنا لازم نهرب من المستشفى دي. احنا مش دكاتره، احنا اغبياء دخلنا المستشفى. فين المصعد؟ قول لي قول لنفسك قول لنفسك قول لنفسك فين المصعد؟ فين المصعد؟ تعالى نموت نفسنا هنا وخلاص. انا موت نفسي كل السجامات. احلف عليها مراوح. احلف عليها مراوح. يلا استنى بالمراوح يا اسطى. مش باظت يا اسطى، احنا بوظناها يا اسطى. طب اهو لا بتشتغل بتشتغل. اقول لك انا وانت يلا بالصلاة على النبي. ايه ده؟ وبكده يا شباب يبقى خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. اهم حاجة يا شباب عايزين نوصل الفيديو دوت ل 50,000 لايك. واشوفكم الفيديو الجاي وكل سنة وانتم طيبين. سلام.